أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. الرئيس يلتقي أسرتي شهدي الكتيبة 101 والصاعقة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم والدي الشهيد مجند الشحات فتحي شتا شهيد الكتيبة 101 الذي قدم روحه فداء للوطن في 29 من يناير الماضي. وكان الشهيد قد استطاع أن يدافع عن مخزن الزخيرة الخاص بالكتيبة ونجح في إبعاد أحد العناصر الإرهابية عن الموقع قبل أن يفجر نفسه. كما استقبل الرئيس والدي الشهيد مجند محمد أيمن السيد شهيد الصاعقة الذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها في 15 من ديسمبر حينما افتدى 8 من زملائه باحتضانه أحد العناصر التكفيرية أثناء محاولته تفجير أحد المواقع العسكرية التابعة لمدينة العريش. وأكد الرئيس حرصه على الالتقاء بأسرتي الشهيدين والإطمئنان على أحوالهم، مشيرا إلى أنه من الشرف أن يتم الالتقاء بأهل الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما لديهم من أجل الوطن. تشكيل لجنة لحصر كافة الأراضي المتاحة لإقامة سلاسل تجارية كبيرة. أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تختص بحصر كافة الأراضي المتاحة لإقامة سلاسل تجارية كبيرة. يرأس اللجنة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية ممثلي وزارات الدفاع والتنمية المحلية والداخلية والبيئة والإسكان والكهرباء والآثار. كما تختص اللجنة أيضا بوضع آلية سريعة بشأن تخصيص الأراضي وتراخيص تشغيل تلك المنافذ اختصارا للوقت وتيسيرا على المستثمرين وتشجيعا لتنمية التجارة الداخلية. الفريق والصدق الصبحي يلتقي وزير الدفاع الكندي. التقى الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية السيد هارجيت ساجان وزير الدفاع الكندي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والتفاهم حول زيادة أوجه التعاون في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. إخلاء سبيل إسراء الطويل في اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية. قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء طورة برئاسة المستشار حسن فريد إخلاء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل في القضية رقم 485 لسنة 2014. الأوقاف تعلن ترجمة معاني القرآن للغة الصينية ونشرها على موقعها الرسمي. قررت وزارة الأوقاف نشر ترجمة معاني القرآن الكريم كاملا باللغة الصينية لتصبح اللغة الثانية التي تنشر بها معاني القرآن الكريم كاملة بعد اللغة الفرنسية، مؤكدة أنه سيتم نشر لغات أخرى. وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي إسهاما من وزارة الأوقاف المصرية في نشر صحيح الإسلام ووفاء بواجبها الشرعي والوطني. كانت الوزارة قد أعلنت أنها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ستنشر ترجمة معاني القرآن الكريم بعشر لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والروسية والصينية والإندونيسية والكورية والألبانية. رياضياً، تشيلسي يعلن تعيين هيدنك خلفا لمورينيو.
أعلن نادي تشيلسي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم عن تعيين المدرب الهولندي جوس هيدنك في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تعرض للإقالة الخميس الماضي. وإلى نشرة الأحوال الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس الأحد مائل للبرودة في أوقات النهار وشديد البرودة على أوقات الليل، وتتساقط الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية خفيفة على الوجه البحري. أما عن حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج فيهما من مترين إلى مترين ونصف. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.